أعلن معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تلقيه دعم 40 اتحادا وطنيا في انتخابات الرئاسة المقبلة للاتحاد القاري التي ستجرى في العاصمة الماليزية كوالالمبور. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها معاليه في اجتماع الجمعية العمومية 28 للاتحاد الآسيوي التي أقيمت صباح اليوم في كوالالمبور بحضور السيد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وعدد من رؤساء الاتحادات القارية والمسؤولين في الفيفا وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي ورؤساء وأعضاء 47 اتحادا وطنيا. وأكد معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة أهمية ترسيخ أعلى معايير النزاهة خلال انتخابات الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم المقررتين العام المقبل. من جانبه ألقى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم كلمة خلال الاجتماع أشاد فيها بقيادة معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة لمسيرة الاتحاد الآسيوي على امتداد السنوات الخمس الماضية، مؤكدا أن الإنجازات التي حققها الاتحاد القاري كان لها أطيب الأثر في تعزيز مكانة القارة على ساحة الكرة العالمية.